عاداتنا اليومية بسلبياتها وإيجابياتها على مظهرنا الخارجي وعلى أجسامنا، ويشهد الجسم تغيرات مع التقدم في العمر، لكنها تتسارع على نحو أسوأ إذا اتبعنا عادات سيئة. إحدى هذه التغيرات هي ظهور الدوالي في مناطق عدة من أجسامنا. الأوردة هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم من أنسجة الجسم إلى القلب، الذي يضخ الدم إلى الرئتين ليمدهما بالأكسجين. يتدفق الدم الغني بالأكسجين خلال أوعية صغيرة للغاية تعرف بالشعيرات الدموية، إذ يمد الدم أنسجة الجسم بالأكسجين، ثم يعود بعدها الدم إلى القلب عبر الأوردة ليقوم بحمل المزيد من الأكسجين. وتحتوي الأوردة على صمامات تسمح بإبقاء الدم متدفقاً نحو القلب، فإذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو متضررة، يتراكم الدم ويتجمع في الأوردة، وهذا بالتالي يؤدي إلى تورم الأوردة واحتمال الإصابة بالدوالي الوردية. قد يزداد خطر الإصابة بدوالي الأوردة عند تناول بعض الأدوية أو الخضوع لبعض الجراحات، فكيف يمكن تشخيص الإصابة بدوالي الأوردة؟ اسمي هبة أشقر عيراني. مشكلة الدوالي قديمة عندي من زمان كتير، بلشت بعلاجات من زمان يلي هي كانت قبر، نوع من القبر، وبيحطوا فيهم دواء معين بفقعون يعني تفقيع. ما كان في سيستم الليزر يلي بينعمل هلا عند دكتور ألكسندر يلي هو أهين بكتير ونتيجته أسرع، لأنه القبر إذا انعملوا سنوياً بدهم يرجعوا ينعمل منتنس لقلهم يعني. الوجع والتقل والحريق بالإجرين وكل هيدول الأشياء بخفوا كتير. من قبل ما أتجوز كانوا موجودين، بس أكيد ما كانوا هالقد بهالكترة هيدي. كان عمري يمكن شي 15-16 سنة هيك شي. على الحمل وعلى الولادة وعلى التعب وعلى الأدوية وعلى العمر، هيدول كلهم لهم علاقة بالموضوع. والأكترية الستات هالأيام والبنات عندهم هيدي، عم بيعانوا من هالمشكلة. يمكن لو ما بلشت بالعلاج عبكير كنت وصلت لمحل أنه كانوا تضخموا كتير، كان صار لونهم أزرق كتير، كانوا رح يكونوا مزعجين يعني. هلأ الوالدة توفت، أنا كنت كتير صغيرة يعني، ما بعرف إذا ممكن من الوالدة، بس مثلاً بتذكر تيتا ما كان عندها هالمشكلة. بنتي عمرها 21 سنة لهلأ منه مبين شي عندها. شكرا كثير دكتورة ألكسندرا لوقتك وللمقابلة اليوم، وشكرا كثير سيدة هبة انك وافقتي تجي معنا وتشاركينا قصتك مع الدوالي. شو اسباب الدوالي بشكل عام؟ في عدة اسباب للدوالي، اهم شيء العامل الجنائي يلي صح. هو اكثرية النساء عندهم دي للاسف، وفي اشياء هي بحياتنا هي بتسبب اكثر الدوالي، يعني الوقوف الزياده مثل ما مدام هبه قالت، الهرمونز، التغييرات الهرمونيه بالحبل، اذا اخذنا دواء لنأخر الدوره الشهريه او دواء نقدر نتحكم بالحبل كمان هيدا بيأثر. في عمليه جراحيه ممكن هي تزيد هذا السبب، في ادويه وامراض ممكن هي يزيدوا السبب، كل هول الاشياء ممكن يزيدوا السبب انه يصير عندنا دوالي. واكثر شيء هي الوزن، هذا بنشوفه كثير، الوزن، العمر، انه مع تقدم العمر لانه بيتعبوا الصمامات عنا، ووقت يصير في عنا ستريس عليهم، يعني اكثر شيء اذا عنا نحن وقوف كثير عليهم. متى تكون هناك حاجه ملحه لعلاج الدوالي؟ نحن هون العوارض، وقت يكون عندنا ألم كتير قوي، إذا عندنا عوارض متقدمة يعني عم نحكي تقرحات، عم بصير عندنا بروزنج نزيف فيهم، عم بصير في تغير بالبشرة فوقهم، هول الأشياء بخلونا أكتر وأكتر. إذا عندنا تورم بالكاحل، الإجرين، إجر عم بتورم أكتر من إجر، هيدا الشيء بيؤدي لمشاكل أكتر وأكتر، فمشان هيك من هون لازم نبلش العلاج ضروري بأسرع وقت. هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالدوالي من الرجال؟ صحيح، بسبب التغييرات الهرمونية اللي حكينا عنها. طبعا ومثل ما حكينا بالعمر. طيب ما هي النصائح لهؤلاء الاشخاص اللي عندهم مهن تتطلب الوقوف لساعات طويله؟ صحيح، في تغييرات صغيره بحياتنا بنمط حياتنا اليومي فينا نعملها لحتى نحن نقدر نساعد حالنا، وهي اشياء كثير صغيره لانه ليمتد نحن بحياتنا المفروض علينا، فنحن بدل ما نوقف كل النهار حتى لو مجبورين نوقف
نحن وبمحلنا نحرك إجرينا شوي، تحريك بسيط هذا بيرجع بيحرك الدورة الدموية. ما ندلنا قاعدين محلنا ثابتين، كمان نغير قعدتنا شوي، ما نكتف إجر على إجر. وأكيد أهم شيء نحن ننصح أنه نقعد نعلي إجرينا كل يوم ساعتين عشان تدفق الدم يكون. صحيح، يكون أعلى مش على ذات المستوى. بعد ما يتم تشخيص الدوالي، ما هي الخطوط العلاجية المتبعة؟ وهل لكل نوع من الدوالي له خط علاجي معين؟ صحيح، بيفرق العلاج هون. هلا تغير شوي عن قبل، تغيرت النظره عن قبل. يعني قبل كنا نحن نلجا لانه نشيل الوريد يلي هو مصاب اكثر شيء، يلي هو فعليا بالنظر شايفينه نحن اكثر شيء. هلا نحن عم نعالج اكثر، يعني صرنا نفهم شو هو السبب، ليش عندنا دوالي، كيف عم بتصير، وعلى اساسها بنعالج المشكله. نحن فعليا بالدوالي في عندنا سبب مثل ما قلنا، اللي هن الصمامات يلي عم يتعبوا او عم يضعفوا مع الوقت. عندنا الاتكال هون اكثر على عضله الاجرين يلي هي باسيفلي بتعمل كونتراكشن، بتضغط الدم ليرجع يطلع طلوع. سو عندنا صعوبه نطلع الدم طلوع، وهذا الضغط مع العمر بنخسره، يلي هو بكون عم بمشاكل أكبر وأكبر لبعدين. مشان هيك أول شيء بدي عالج، بعدين أفكر بالمظهر يلي بيبقى وما بقى له عازي من الشرايين من بعد هيدا العلاج. ساعتها منشيله إن كان سكليروثيرابي أو بالليزر أو بالسيرجيكال كوتري، يعني حسب شو الحالة، حسب قدي رفعه للشريان. طيب دكتورة، ما هي مضاعفات الدوالي إن لم تعالج؟ إذا ما علاجناها يعني نحن ما رجعنا مشينا الدم مزبوط بجسمنا. فنحن وقت عم بيرقد الدم تحت، المشكلة إنه بصير ما بقى في عندي أكسجينيشن صح، سو أنا ما بقى يصير عندي هيلينج مزبوط. يعني أنا وقت أنجرح ما بقى يصح الجرح، يصير عندي تقرحات والتهابات جرثومية، ما بقى في علاجها بسهولة، يصير عندي تجلطات أو يصير عندي التهاب بالوريد نفسه. هيدي كلها مشاكل نحن بغنى عنها، قادرين نعالجها قبل ما تصير. بدنا نرجع على مدام هبة. فهمت منك مدام هبة أنك أنت صرتي عم بتتابعي مع دكتورة ألكسندرا كذا جلسة على الليزر. تحسن فقط المظهر أم خفت الآلام عندك والإزعاج؟ ليكي أكيد خفت الآلام، بس طالما أنا عم بتعب وطالما أنا عم بوقف بدهم يرجعي إنه بيصير في وجع. بس أنت خلينا نقول على العلاج اللي تبعتي، حسيتي بتحسن؟ أي أكيد. شو التحسن اللي حسيتي؟ هلا أول شيء بالمظهر، لأنه كتير مزعج لحيلا ست، يعني إنه يكونوا في أنا كانوا مثل العنكبوت. إذا بدك يمكن دكتور بتقلك أكثر رفاع وغامقين وسطحيين يمكن. صح صح مزبوط. بقى هو بياخد وقت أكيد، إنه مع الوقت بيتحسنوا أكثر وأكثر وأكثر. وهلأ صيفية يعني. طيب الألم الحرارة هذا اللي كنت تحسيه خف؟ خف كتير كتير، تحسن عن قبل. وبفتكر الدكتورة قالت لي إنه بعد بدهم يعني مع الوقت بياخد نتيجة أكثر. طيب دكتورة، هلأ بس نحن شايفين مدام هبة معتادة على ما يبدو على كل هذا الشيء مثل رواد الفضاء. صحيح 100%. بس تشرحي لنا شوي على هذا الجهاز. هذا العلاج الجديد اللي حكينا عنه، نحن هلأ عم نرجع نروض العضل ليرجع هو يضخ عن جديد من تحت لفوق بالباسيف موشن، يلي هي نحن مش قصدينه بعقلنا، عم نقول للعضل يمشي هو لحاله بيعمل هيدا الشيء، بس مع العمر بنخسر هيدا الشيء، هيدا الفانكشن. سو نحن هلأ عم نرجع نخلي العضل عن جديد يشتغل بهيدا الطريقة، بنرجع ندربه. بس بهالطريقة بتكوني عم بتحسني الأعراض؟ صحيح. وعم بتحسني الشكل حتى؟ صحيح، يعني أغلبية البيشنتس أول ما يقوموا منه بيحسوا من أول جلسة بيحسوا بالفارق. صحيح، بيحسوا حالهم خفيف، خف الوجع، حتى المنظر ببلش يرتاح. تمام. دكتورة كل قديش بده المريض هذا النوع من الجلسات؟ عادة نحن بنقول مرة بالأسبوع لأربع جلسات ورا بعض حسب الحالة. في أشخاص بيعوزوا أكثر، في أشخاص ممكن يكتفوا بالأربعة. نحن اوريدي عم نحط اعلى مستوى لانه ديجا تطورنا بالسيشنز ونقينا البروجرام. هلا بنشوف انه حتبلش يصير في ضخ، هي فيها بروجرام بيمشوا ورا بعض سيريز دوالي، هي بكل الجسم مش بس بالايدين. لاحظت انا على الايدين كل شيء. صحيح على الايدين. صحيح. حتى البوتجز، لانه نحن فعليا المشكله بتكون بكل الجسم، بس نحن بنشوفها بالاجرين لانه بتظهر اكثر شيء سوبرفيشال سطحيه. ما بتحسي اي شيء؟ بس ضغط بنفخ ضغط يعني، بس معنا مؤلمة معنا مزعجة أبدا؟ لا 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 بالعكس بتريح. لا تقول
توجد طريقة لمنع الدوالي تماماً، لكن تحسين الدورة الدموية وانقباض العضلات قد يقلل من خطر الإصابة بالدوالي أو الإصابة بأورام إضافية. تؤثر الدوالي الوريدية في حوالي 15 إلى 25% من البالغين وحوالي 50% من ذوي الأعمار فوق 50 عاماً، وتساهم في تعكير صفو المزاج، وتؤثر على نحو سلبي في الشخص المصاب بها بسبب تأثيراتها النفسية، إذ أن الدوالي تعيق المصاب بها من القيام ببعض الأنشطة والهوايات، ويضطر لارتداء الألبسة الطويلة التي تخفي الساقين. لذلك حاولوا أن تمارسوا الرياضة، فهي واجهة الصد الأولى للحفاظ على أجسامنا.